يقول: الذي يصلي وحده منفردا، هل إذا قرأ الفاتحة يقول آمين بعد القراءة؟ نعم، كل من قرأ الفاتحة في صلاة أو غيرها، فريضة أو نافلة، يقول آمين عند نهايتها، لأن هذا تأمين على الدعاء، لأن الفاتحة دعاء، كلها دعاء، دعاء عبادة في أولها ودعاء مسألة في آخرها، فهو يؤمن على هذا الدعاء. نعم.